افضل حال، سواء الفيديو وصل لكم الصبح او بالليل، صباح الخير او مساء الخير عليكم. انا النهارده هقول لكم معلومه بسيطه، ازاي تعرفي محارمك كمرأة وتحددي ازاي تتعاملي معاهم. طبعا في خطوات بسيطه وكلام بسيط المفروض كل الناس تبقى عارفاه، بس انا حبيت ان انا اتطرق للموضوع لان في طبعا في ناس كتير اتضح ليا ان هم مش عارفين اصلا، فانا حبيت اكون ولو معلومة بسيطة اللي انا اقولها لكم، فخليكم معانا. اربعة هم محارمك، محارم ابدية، خدي بالك. الاربعة عندك: جوزك، ابنك، ابوكي، اخوكي، دي محارم ابدية. التزامك باللبس الشرعي ده عادي في اللي هم بقى المحارم التانية. المحارم التانية برضو ما عندك محارم أبدية برضو الخال والعم، بس ليكي حدود في الالتزام باللبس الشرعي. عندك برضو ولاد خالاتك وولاد خالك، ولاد عمامك ولاد عماتك، دول مش محارم خالص، هم يقربوا لك صحيح لكن ينفعوا يتجوزوك، يبقى مش محارم. عندك برضو جواز خالاتك وجواز عماتك، هم محارم مؤقتين لانهم بموت الاصل او الطلاق ينفع ان هم يتجوزوكي، فخدي بالك علشان ما تقولوش ما تحطوش المحارم مع اللي غير محارم، خدوا بالك. نسيت اقول لكم يا جماعة ان جوز الاخت برضو مش من المحارم، محارم مؤقتة، ناخد بالنا لانه برضو بموت الاصل او انقطاع العلاقه برضو ممكن ان انت تتجوزيه، فخدي بالك. اخو جوزك برضو مش محارم ابديه، اللي هو السلف، لانه برضو في حال موت الاصل اللي هو الزوج او الطلاق ممكن ان انت تتجوزيه. حماكي محارم ابديه على طول، هيطلق هيبقى ابوكي على طول، فخدوا بالكم من الحته دي، خدوا بالكم من المحارم والغير محارم، لان احنا بنحط ده مع ده. شوف القناة، يا ريت تشترك وتفعل الجرس وشير للقناة. احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع سهل للغاية، وهي محارم المرأة اللي المفروض ان كل حد يكون عارفها. احنا هنتكلم في العموم ان المفروض كل اسرة تبقى عارفة الكلام دوت. طبعا انا كنت نزلت على التيك توك والفيس محارم المرأة في دقيقة، فلقيت في تعليقات كتير، في ناس مش عارفة، فانا قلت لازم انزل الموضوع باستفاضة شوية لان التيك توك بيدي دقيقة فقط لا غير او 60 ثانية. طبعا انا هنقول كده في ما نقسمهم، في محارم ابدية، في محارم مؤقتة، في ناس قرايبك وما مش محارمك. هنشوف ايه المحارم الابدية اللي مدى الحياة سواء انقطع معاك علاقتهم او في نفس العلاقه. المحارم الابديه وهي السته او سبعه، هنقول سته او سبعه ازاي. في عندك الاب، الزوج، الابن، الاخ، يضاف اليهم العم والخال، دي محارم ابديه. والحمه اللي هو ابو الزوج، دي محارم ابديه مدى الحياه، بانقطاع سواء انقطعت العلاقة معاهم أو لم تنقطع العلاقة. الأب والزوج طبعا يستثنى في هذا الموضوع إن أنت ممكن يبان عليه زينتك، يبان شعرك، يبان كل حاجة، لأن الزوج ممكن الأخ، الأب، الابن
يبان مثلا الشعر، يبان لبس عادي بس لا يصف، في عباية بتاع لا يصف الجسم، اللبس الشرعي بس بيبقى يعني ايه بانفتاح شوية. الخال او العم او الحما لبس الكامل اللي ما يبانش عليهم الا الوجه والكفين، وطبعا يكون في لبس شرعي وما يكونش فيه الجسم ما يوصفش، ولا يكون لبسك يشف ده المفروض يعني. دي حاجة، دي المحارم اللي هي الأبدية. في محارم مؤقتة اللي هم مين بقى؟ زوج الأخت، أزواج الخالة وأزواج العمة، دي محارم مؤقتين. محارم مؤقتين يعني المحارم اللي انقطع العلاقة معاهم ينفع ان هما بعد كده يتجوزوك. ساعة العلاقة الموجودة القائمة هي ديت خلاص، هو دلوقتي محرم بس محرم مؤقت مش محرم ابدي. المحرم بالمعنى ان هو مش هينفع ان هو محرم ليكي، ينفع ان هو يكون محرم ليكي. المحارم المؤقتين طبعا بانقطاع العلاقة الأصلية او الوفاة ممكن انت تتجوزيه. طبعا لا يجوز الخلوة، اللبس الشرعي يكون موجود، في حاجات كتير. طيب اللي هي اللي هم اللي مش محارم خالص زي ولاد الخالة ولاد العمة، دول قرايبك فعلا لكن مش محارمك، لان المحارم مش هينفعوا ان هم يتجوزوكي. دول هينفعوا يتجوزوكي تمام، فدول مش محارم خالص. فبالتالي يا ريت الناس كلها تفهم المحارم الأبدية من المحارم المؤقتة من اللي هما مش محارم خالص، لأن الناس بيختلف عليها المواضيع وبتحط ده مع ده، وطبعا الناس بتختلط مع بعضها، وفي الآخر بيحصل زنا المحارم، اختلاط الأنساب، بيحصل انتهاكات في العيلة. حتى المفروض في ناس بيحصل لها انتهاكات من ضمن العيلة في المحارم الأبدية، يعني المفروض الأب والأم بيكون المفروض هو مصدر الأمان الأب للأطفال، ممكن إن هما يحصل منهم انتهاكات لهم. ليه؟ لأن طبعا كل الناس أصبح، مش كل طبعا، بعض الناس أصبح الدين معدم بالنسبة لهم، فبالتالي بقى كل شيء مباح، فحصل دلوقتي اختلاط الأنساب، زنا المحارم، أصبح الدنيا كلها سايبة على بعضها، أصبح اللي احنا دلوقتي في ابتلاءات شديدة، غضب من ربنا. فطبعا المفروض لازم يكون في توعية من الناس. برضو يجب على الأب والأم والمجتمع من الصغر يفهم الطفل إن المحارم إيه، حتى لو محرمك يبقى ليك حدود في العلاقة وحدود في التعامل وحدود في اللبس وحدود في كل حاجة، مش تبقى المواضيع سايبة على بعضها. وطبعا ان مش ان هو مثلا خالك او عمك، لا اعرف انت بتتكلم ازاي، بتقول ايه، بتلبس ايه، بتعمل ايه. يبقى في توعية من الاب ومن الام اللي هم اصلا اللي عايزين توعية من ابوهم وامهم. فبالطبيعي لازم نكون مصداقيين شوية ونتعود ان احنا نعمل توعية للأطفال من الصغر، عشان هم النشء اللي هم من الصغر اللي هم هيعلموا الكبار اللي هيحافظوا على أولادهم فيما بعد. طبعا ده كان بمختصر كده بسيط، حبيت اللي انا اقوله لكم لان انا لقيت عليه تعليقات كتير كتير كتير، وحسيت ان الموضوع واخد قوي مع الناس، لان طبعا ان المفروض ان الناس تبقى عارفه الموضوع دوت، يعني الف الف بهته المفروض تبقى عارفاه. لقيت في ناس كتير اصلا مش عارفاه، ومش وحاطه سمك لبن على تمر هندي وعادي وماشيين بالبركه كده، فما فيش اسس ولا في اي قواعد. طبعا في ناس عندها اسس وقواعد، بس انا حبيت اتطرق للموضوع واحط الضوء عليه. وطبعا يا ريت اكون افدتكم ولو بحاجه بسيطه. طبعا في نهايه موضوعي اترككم في رعايه الله، والى لقاء جديد في فيديو جديد في قناه سهى محمد، فقط دقيقه تغير حياتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت يا جماعه اقول لكم ان اخو الزوج اللي هو السلف محرم مؤقت. المحرم المؤقت اللي هو بالاساس ان هو انتهاء الاصل او الـ
انتهى العلاقة او الوفاة ان ممكن في بعد كده ان انت تتجوزيه. فطبعا انتهاء العلاقة من الزوج او الوفاة ممكن المرأة تتجوز اخو جوزها فهو محرم مؤقت، فطبعا يلتزم بالالتزام الشرعي دون الخلوة، الاحترام، اللبس، في كل حاجة. فمش عشان ان هو اخو جوزي اتعامل معاه عادي، ففي حاجات لازم لابد ان احنا نتعامل معاها بحذر، لان الحاجات دي كلها بتؤدي الى عواقب جسيمة فيما بعد. يا ريت اكون افدتكم ولو بحاجة بسيطة، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.